سلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس السادس من دورة تعلم لغة الـ HTML. ضم في هذا الدرس السادس إن شاء الله سوف نتعلم عن الـ Quotation and Citation إلمون HTML. فوالا دونك في الدي بي راني كريت في شي باش نربحو شوية وقت. كريت في شي سميتو Quotation and Citation إلمون HTML درس رقم 6، باسكو في الدرس رقم 5 نديرو بتيت رابيل عليه أبري نحكيو عن الدرس رقم 6. الدرس رقم 5 تعلمنا كيفاش نديرو سكرولينغ، كيفاش نديرو سكرولينغ يعني الديفولمون تاع التكست، وهو تري امبورطون، سيتي نوسيون تري امبورطون في لاش تي ام ال، وننصح به التعلم تاعو باسكو بلي دوموندي دو لا باغ دي زونتربريز. بيان سور في هذا في الدرس الخامس هذا تعلمنا سكرولينغ، هذا اللي هو عباره واش عباره دي باليز. باليز فوالا عندك باليز ماركي، باليز ماركي هذيا فيها بليزيور اتريبي، تحب دير ماركي وتخلي التكست تاعك يمشي بار ديفو اللهم بها ونعمه، لا حاب باغ اكزومبل دير بلو دو بلو اون ديتاي تخش بلو دو ديتاي. كاين دي زاتريبي اللي حنا سيتيناهم وشرحناهم اون ديتاي، وتشوف التكست تاعك كيفاش يمشي ليفت رايت اب داون. دونك فوالا اون بليس دو سا راهي نتعرفو نتعلمو في هذا الدرس ان شاء الله الكوتيشن والسيتيشن. فوالا اول حاجه راح نبداوها هي الكوتيشن. وش هي الكوتيشن في الاش تي ام ال؟ كوتيشن في الاش تي ام ال هي عبارة عن باليز كي سابيل كيو. باغ اكزومبل تكون عندك ان تكست، هذا التكست هذايا تحب تحطو في باراغراف، تحب تحطو في ان هيد، انا حاب نحطو في ان هيد باش يجي تري كلير كوم سا. هذا التكست انا حاب ندير ليدل كومباني ان فرانس، حاب نديرو اونتر كوتيشن، نجي نحط لا باليز تاعي كيو. هذا تكون ان كوتيشن هنايا وان كوتيشن هنا، هذا التكست كامل راهو حتى لهن راهو اون دوبل كوتيشن. فوالا دونك هنا لو كان نورجستري ونشوفو واش يمدلنا، فوالا حتى هنا دوبل كوتيشن كوم اورانج كاركتيريزي بار ان كولور اورانج سيميو دو فير ان ستايل ايسي ونقولو نقولو ان كولور، نعطيو ان كولور اورانج اورانج. فوالا يعني لا كولور تاعنا تاع نشوف بلي تكست ماهوش كلير مع الخلفية بيضاء. يا خويا نقولو هنايا نجي هنا نقولو ان بوان فيرغيل هنايا ونقولو باكغراوند، اعطيني الباكغراوند الخلفية بلاك بلاك. فوالا سيميو خلفية بلاك، خلفية بلاك. ايسي باغ اكزومبل حاب هذا التكست يصرا لو ديفولمون، نحطو في لا باليز مارك كوم سا، باليز مارك جو فيرم باليز مارك. هنا كتب لي كي باسكو انا هنا ما فرميتش الكي، خصني هنا نفرمي الكي. بعد ابري نجي نقول له اعطيني لا باليز مارك. فوالا اي مانتنون il va commencer de marcher vers left. فوالا هذه هي دوبل. احنا في هذا في هذا في هذا لا بروميير نوسيون هو الكوتيشن، يعني لوبجيكتيف تاعنا انا نحطو هذا التكست اوبل دوبل كوتيشن. فوالا ان بوا تري امبورطون اوسي اللي هي ستايل. هذا ستايل هذا كيما رانا نشوفو انا نستعملو فيه بزاف في الاش تي ام ال. اون بليس انا في الدرس رقم واحد انتروديكسيون لاش تي ام ال قلت بلي لاش تي ام ال يعمل ستراكتشر تاع الصفحه، يعمل لنا هيكل تاع الصفحه تاع لاش تي ام ال. يعني ما خصناش في لاش تي ام ال نديرو ستايل، نديرو دي كولور، نديرو دي مارك باغ اكزومبل كوم سا. تو سا انا جاب لي ربي خليوهم في الدورة الثانية اللي هي بربي ان شاء الله راح ندير دورة ثانية على لغة السي اس اس. لغة السي اس اس اللي تمشي مع الاتش تي ام ال، ان دوكيمون ان دوكيمون اتش تي ام ال هو دوكيمون اللي يعمل لنا الهيكل تاع الصفحة تاعنا تاع لاباج ويب، لا ستركتور تاع لاباج، لو ستركتور تاع الصفحة. بينما الاتش السي اس اس يل في لو ديزاين، يعمل لنا ديزاين لا كولور ديفولمون باكغراوند فوالا. دونك مي هذا ما يخفاش بلي ستايل اوسي تري امبورطون في الاتش تي ام ال، اون بو ليتيليزي ديريكتومون دون لي باليز. هذه نقطه نبهو عليها الاخوان.
ثاني حاجة اللي بربي شرح بنتعلموها في هذا الدرس هي لاباليز بلوك البلوك كيوت. البلوك كيوت هذه سي فاسيل. البلوك كيوت نتايا باغ اكزومبل عندك 3 باراغراف وحاب هادو 3 باراغراف تكري في ان سو باراغراف كيما رانا نشوفو هنايا عندنا 3 باراغراف حاب نديروهم في 3 باراغراف. سهله، دير البلوك كيوت تاعك هذيا، اغلق لاباليز تاعك بلوك كيوت، حطيت هذه عندك 3 باراغراف حطيتها اونتر بلوك كيوت، راح تكتبهم لك وين؟ راح تكتبهم لك ترونسومبليهم لك في ان سول بلوك. راك تشوف ان سول بلوك يون فوي سي عندنا 3 بلوك، دونك ان سول بلوك سي ميو. ما نخفيولكش بلي هذه لاباليز تميز ان اتريبي اللي هي تري امبورتونت كي سابيل سايت. السايت هذي فوالا، هذه لاب هذه هنايا نديرو لا سيتاسيون، سي سي اتريبي دو سيتاسيون. دونك عندنا لاباليز هذي عندها لاتريبي تاعها اللي هي سيتاسيون، هذه لا سيتاسيون هنا اون فا ميتر لو ليا. منين هز لو ليا اللي هزينا منه هذا التكست؟ منين هزينا التكست هذا من لو ليا تاعو؟ انا هنايا جيت لاباج دو اورانج هزيت التكست هذا من هنايا اللي هو هذا التكست اللي هنايا، فوالا نهز لو ليا جو في بروندر سيت ليا لا جو لو مي ايسي ونحطو هنايا فوالا. دونك هنا سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي كو لا سيتاسيون، يعني منين هزيت لو تكست تاعي هذا فوالا. دونك هذه البلوكيوت، بلوكيوت هذه كي تعود عندك بليزيور باراغراف وماهيش مورغانيزيه تحطهم لك ان سول بلوك كوم اون فوا ايسي. هنايا نشوفو هذا التيتر هذايا باغ اكزومبل ايسي، جيت حطو ان اش 4. Donc tu le choix, tu peux le mettre dans une paragraphe ou bien dans une H1, dans une H2. Essentiel, tu le mets ici. Par exemple, voilà, je le registre, je le donne une couleur, par exemple, je mets de l'eau une couleur directement. Tu vois, l'utilité du style, c'est de mettre directement ici la couleur. Voilà. Donc, par exemple, ici, je le mets green. Voilà, je le donne. Voilà. Ah, comme ça, ça c'est bon. Donc, la troisième chose, les habits d'allemand, Inch'Allah, l'abréviation. L'abréviation, c'est une balise. Tu as par exemple, tu as un paragraphe qui m'a dit, il y a un paragraphe. Tu as une abréviation. C'est ça. Directement, tu as l'abréviation. Voilà, balise abréviation, balise formateur, balise de verte. Quelle est la chose que je veux dire? Dans cette balise abréviation, je ne vais pas faire ça. Je vais faire une abréviation, TDA, je vais faire une abréviation. Je vais faire ici un attribut qui s'appelle title. C'est l'attribut title, je vais faire la signification de l'abréviation. La signification est là. Voilà. Bien sûr, je vais faire ça. Ça ne signifie pas. Donc voilà, Taitor, sa signification, tu as dit la balise. Enregistre. Voilà. On voit des petites pointillées ici, au-dessus de le mot, l'abréviation TAD. Donc, on voit ici que The Trailing and Development, The Trailing, par exemple ici, supprime ça. Parce qu'on a dit que ne signifie pas. Voilà. Il reste le O. Voilà, comme ça. Donc, c'est le mot qui a complété l'abréviation. Donc, le doc HTML, c'est comme ça qu'on fait l'abréviation. Tu as le mot complet, après, ici, c'est l'abréviation. حاجة اللي حابين نتعلموها أيضا في هذا الدورة إن شاء الله هي لادريس. لادريس واش هي؟ تحب نتايا عندك باغيزون سي في، سي في واحد يقدر يدير سي في تاعو في الإنترنت. سي في هذايا باغيزون نتايا حاب دير أدريس. دونك باش دير أدريس تاعك في باج ويب سي في تاعك، دير لاباليز هاذيا. باليز ادريس تاع
حطها عين باليز ادريس كوم سا اي صافي. ولا لا سول شوز لي تريز امبورطونت في باليز ادريس هي انه تعطيك ان سيرتان فورما، ان سيرتان فورما اللي هي تكون فورما تاع ادريس كيما رانا نشوف. نشوفوا لا ديفيرونس انتر لا لو تيب دو سيت اكريتور اي سيت تيب لا سي با با سا سي ميو كوم كوم ان ادريس باغ اكزومبل كوم كوم ليديتور شارلاتيك سي تين شارلاتيك لي سي ان لانجاج سي بور كري دي سي في il crée des CV par cette forme de texte. Donc, c'est pareil ici, l'adresse. L'adresse, si tu mets quelque chose entre les balises adresses, il y a un format vraiment à l'adresse. Alors, juste, bêche, un BR comme ça. BR, BR. في دير صوت على لين مش جينا منظمة الخدمة. فوالا هكذا جات منظمة الخدمة. دونك هذه هي تحب دير ادريس، تحب دير سي في تاعك ان سيرتان فورما اون جينيرال لادريس لو نون لو برينون تكتبهم اونتر سيت باليز سي كيك شوز دو بيان بور لو سي في بور فوالا. لو ديرني شوز كيل فو اوسي لابخوند اون اتش تي ام ال سي اللي حابين نتعلموها ان شاء الله في هذا الدرس اللي هي لا باليز بي ديريكسيونال اوفررايد. بي ديريكسيونال اوفررايد باغ اكزومبل هذا التكست اللي رانا نشوفو فيه قدامنا حاب ندير له لا سيبريسيون بي ديريكسيونال. واش هذا التكست ندير له لا سيبريسيون بي ديريكسيونال خاصك تحطو اونتر باليز بي ديريكسيونال سيبريسيون بي ديريكسيونال فيديو ابري تفرمي لا باليز تاعك. كاين حاجة تريز امبورطون في هذه الحالة هكذا ما راحش تمد لنا ريزلتا يعني كما رانا نشوفو ما كان اوكين سيبريسيو بي ديريكسيونيل. لا سيبريسيو بي ديريكسيونيل في الاش تي ام ال سي كو لا ايسي بار ديفو لكريتور سي دو ليفت فير رايت ليفت فير رايت سافي دير دو لا غوش فير دروا في لا سيبريسيو في لا سيبريسيو في لوفر رايت لوفر رايت il va commencer de la droite vers la gauche. Et les lettres aussi. Il va, les lettres, ils viennent de la droite vers la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on a dit la suppression override, on va dire de la droite, tu écris le T, après tu écris le H, ou dire le espace. O, R, A, N, G, E. Espace, etc. Ou tu écris le T. Mais avec ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la balise, il est caractérisé par un attribut qui s'appelle dir. Head est l'attribut dir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas écrire cet attribut là et tu mets à l'intérieur, il faut que tu la prennes une valeur, les IA RTL. La valeur RTL, elle est qu'il m'attendra RTL comme ça. On enregistre, on se dit, on voit que si. T, H, O, O, R, N, G. Voilà, il commence de la droite vers la gauche. Il lit l'être, il va commencer du TTH. Ça veut dire cet ordre-là. Donc, هذا هي خلاصة القول. تعلمنا وش هو في هذا الدرس. يعني مفيدة جدا يعني même si كنت تحب تفوت par exemple comme tu trouves par exemple un texte comme ça en HTML, tu sais que c'est un texte, c'est une suppression bidirectionnelle. Tu le connais ça automatiquement, c'est très important aussi. Donc, fais un dars, inshallah. Donc, on peut t'aimer, huige bzef, chier bzef, il y a mon fidèle HTML. Afin que vendre double quotation, afin que vendre un seul bloc de l'ensemble des paragraphes, afin que vendre l'abréviation HTML, afin que vendre un adresse, donc tu vois l'adresse terne, afin aussi que vendre une suppression bidirectionnelle HTML. نتمنى ان هذا الدرس ان شاء الله قد استفدتم منه. واللي عنده اي استفسار اي سؤال يخلي لي كومنتار ان شاء الله تحت هذا الفيديو وانا راح نحاول نجاوب على كل اسئله كل استفسارات كل حاجه فيما يخص هذا الدرس وفيما يخص هذا القناه باذن الله. سوف اسي نحاول ندير دروس اخرى في تعلم في لا بروغراماسيون سواء كيكو سواء
de CSS, qu'elle soit de PHP, de C++, de JavaScript, tout ça. Donc tout ce qui concerne le développement web et tout ce qui concerne le développement application. Donc, Inch'Allah, y'en de sous-el, y'en de istifsar, khlina commentaire, khlina تعليق تحت هذا الفيديو ان شاء الله راح نجاوب على كل اسئله وعلى كل استفساراتكم. ولا كان عدت ولا لا كان عدتم هذا اول مره راكم تشوفوا هذا الفيديو لاول مره ترى هذا الفيديو لاول مره تتتبع هذه القناه لا تنسى سبسكرايب اشير لهذه القناه نعم اعمل هذه الاشياء والى درس اخر الى ان شاء الله هو الدرس السابع راح يكون درس سابع ان شاء الله إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.